الانطلاق ديال الورشات التشاورية لهذا المجلس الجديد لجهة الشرق، اعتمدها كآلية من آليات تبادل ديال الأفكار والتجارب، وكذلك اللقاءات مع المنتخبين مع الفاعلين على مستوى الجهة. إن هذا لقاء هو في النظر، لكن هو لقاء غادي يهم البرنامج ديال جهة الشرق ككل. وعلاش جهة الشرق اختارت الأقاليم كلها باش تكون أكثر قربا من المشاكل ديال الجهة من خلال الأقاليم اللي غادي يمشيو لها. بدينا بالناظور وإن شاء الله غدا بركان، ومن بعد غادي تجي كرسي في تاورت، بمعنى 8 أقاليم كلها غادي تكون فيها ورشات تشاورية. وهاد الورشات ماشي معنت أنه غادي نجيو باش نذكروا فقط على المشاكل ديال الناظور ديال الإقليم، نذكروا على المشاكل ديال الجهة كاملة. كما كتعرفوا هذا داخل في تحديد المسطرة ديال الإعداد ديال البرنامج ديال لو بي دي ار ديال البرنامج التنموي ديال جهة الشرق. و طبقا للقانون التنظيمي 111/14 المتعلق بالجهات، لا سيما المادة 83 منه اللي كتقول بأنه يقوم مجلس جهة الشرق بتنظيم ورشات موضوعاتية جهوية ترسيخا للمقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس من أجل ضمان واحد البرنامج التنموي. فيه جوج ديال الآليات اللي موجودين عندنا اليوم. الآلية الأولى وهي الأهداف ديال البرنامج التنموي الجديد اللي دعاه صاحب الجلالة الله ينصرو، واللي كيراه موجود وعنده المرتكزات ديالو. والأهداف والمرتكز الثاني هو التصميم الجهوي لإعداد التراب اللي صادق عليه المجلس في مدة الولاية السابقة واللي تا هو موجود. بمعنى هادو جوج حوايج اللي خصنا يكونوا منطلقات ديال التشاور ديالنا، وعلى أساس أنه هاد الإقليم إلا بغينا كنا مع السيد العامل والإخوان في المكتب ديالو، وجهة نظر اليوم اللي كاينة باش ما نهضروش بلغة الخشب، وإلا بغينا فعلا نديروا واحد البرنامج جديد ومن شأنه أنه يطور الجهة ديالنا. الحمد لله الرعاية السامية ديال سيدنا الله ينصرو لهذه الجهة، خرجنا من منطقة احنا منطقة مهمشة وحنا كنتسناو الحدود تحل، إلى منطقة اليوم فيها كل الآليات ديال الجذب من أجل الاستثمار ومن أجل العمل. حنا ولاد الجهة كنعكسو نسافرو للرباط ونعكسو نجيو من الرباط لوجدة. حنا ولادها، حنا ساكنين هنا. اليوم أنا زمان كنت صغير شوية كان تجيني السفر سهل، والله إلا وليت نضرب الحساب باش نسافر، حيت متعب السفر. إيوا كي بغيتي هاد الانفستيسيون يجي عندك، خصنا نسهلو الولوج للجهة ديالنا. خاصة وأنه خصوصا اليوم حنا كنتواجدو، راه شي قالها وزير التجارة والصناعة، وقالها رئيس الحكومة، وقالها كل الوزراء الحاليين ديال هذه الحكومة الحالية، باللي الميناء ديال الناظور قاطرة ديال التنمية ديال الجهة، والجهة الشرقية غتكون قاطرة ديال التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني. بمعنى اليوم راه حنا في واحد الإقليم اللي غادي معول عليه، باللي بالنظر للمشروع الكبير ديال سيدنا الله ينصرو ديال الميناء ديال الناظور غرب المتوسط اللي غادي يكون هو القاطر. اذا عندنا كل شيء اللي غادي تجلسوا ان شاء الله في هذه الورشه باش تعطيونا افكار وباش تعطيونا شنو ممكن اننا نشتغلوا عليه على مستوى الاقليم وعلى مستوى الجهه كامله، وعلى اساس انه هاد النقاط اللي غادي ياخذها البيرو ديتود غادي ياخذها باش يضمنها في المشروع ديالنا ديال 2022-2027 اللي غادي يصادق عليه مجلس الجهه، واللي غادي مباشره بعد المصادقه غادي يدوزوا لا ميزون اوف. شنو هي لا ميزون اوف؟ داكشي اللي غادي اليوم تقترحوه ويكون قابل للانجاز. لي زوتيل التسعينيه كيخدموا شهرين و10 شهور خاويين، ما عندها معنى انه لوتوروت ما بين وجده واليوم مازال ما حلينا لوتوروت ديال الناظور وجده وفاس، كدوز كتلقى راسك بوحدك تخاف تجي في الليل لانه خاويه. ايوا هي لوتوروت دارت خاصها بالمرمو تخدم. بمعنى هذه البنيات التحتيه والمطار، المطار ما يش عارف شنو هي لاكاباسيتي ديال المطار ديال الناظور، مطار وجده عنده لاكاباسيتي ديال 45 فول في الساعه. عندنا ثلاثه طيار في النهار. غيكون نفس الشيء في الناظور. ايوا هذا الشيء اللي موجود ارى نشغلو، ارى نخمو تفكير جماعي، وهذا هو الغرض من هذه اللقاءات التشاوريه، انه يكون تفكير جماعي كيفاش اليوم ماشي بحال زمان. زمان كنا نقلبوا كيفاش نديروا البنيه التحتيه، كتستمع لرؤساء الجامعات والمنتخبين والمديرين يقول ما عندنا والو، خصنا الطريق، خصنا اليوم باقي الخصاص، ولكن انا نخدموا شنو نديروا في هذا الشيء اللي تنجز، كيفاش نتمنوا ونزيدوا نستمروا في السياسات ديال البنيه التحتيه والطرق والقناطر والسدود والمشكل ديال الماء، وكذلك نستحضروا في البرنامج ديال البي دي ار
نستحضروا زياده على هذا البرنامج الجديد، نستحضروا كذلك المشاكل اللي ما كانتش زمان، واللي هي على راسها المشكل ديال الماء، وعلى راسها المشكل اللي عشناه مجموعين هو المشكل ديال الوباء، وكيفاش هذا الوباء مكننا باننا نشوفوا حوايج اخرى ما عمرنا ما كنا نشوفوا فيها، ديال التواصل، ديال التكنولوجيا، ديال استغلال، هادشي كله خصنا نستحضروه باش بين نقدموا واحد البي دي ار ان شاء الله للساده العمال كل واحد في الاقليم ديالو على مستوى الجامعه، واحد البي دي ار حي بمعنى كيلامس المشاكل ديالنا اليوميه وكيعيش الحوايج اللي كنعيشوها كل يوم. بالنسبه للمستقبل ديال الجهه الى فوق 2005 ابريل، ملخصه في تقريبا 7 اهداف رئيسيه هي امامكم، ان هذه الجهه رغم الاشكاليات التي كانت تعاني بها ولكن بجهود كذلك المنجزات التي وصلت اليها خلال بالاخص خلال هذه السنين العشر الاخيره. هذه الوثيقه اللي المجلس مشكور اعتمد الطريقه هذه باش الجهه تكون وثيقه مهمه ومصيريه بالنسبه لمستقبل الجهه. فكم من بين الاخوان المجلس تدعوكم الى اليوم في اقليم الناظور تمت الانطلاقه ديال الورشات الموضوعاتيه المتعلقه باعداد البرنامج التنميه ديال جهه الشرق، خاصه وانه الجهه مقبله على المصادقه على برنامج جديد يهم جهه الشرق ما بين سنه 2022 و2027. اليوم كما كتعرفوا كما لاحظت الساكنه ديال الجهه كامله كاين بنيه تحتيه جد مهمه، عمل كبير دار على مستوى الجهه بفضل المبادره ديال صاحب الجلاله اللي انطلقت منذ تقريبا حوالي 20 سنه واللي عطات واحد النتائج كبيره على مستوى ديال الجهه. انتقلنا من جهه كانت كتعرف تهميش الى جهه نموذجيه من التنميه. اليوم هذا البرنامج اللي ان شاء الله غادي نبداو المدارسه ديالو، وهذه المدارسه ما غاتكونش حيت اقليم الناظور بدينا فيه غادي نهضروا فقط على الناظور، هذا واحد البرنامج جهوي، وبالتالي هذه الموضوعات المواضيع التي غادي يتم المناقشه ديالها هي مواضيع جهويه وما فيها باس اذا كانت كذلك تم التطرق الى مواضيع محليه كتهم اقليم الناظور، خاصه وان اقليم الناظور غادي يعرف واحد تحول كبير بفتح الميناء ديال الناظور غير المتوسط اللي هو قاطره ديال التنميه على مستوى الجهه، وكذلك بفضله غادي تولي الجهه الشرقيه قاطره ديال التنميه الاقتصاديه على المستوى الوطني. اذا هذه البرامج اللي غادي تهم ان شاء الله الجهات الشرق البرنامج ديالو ديال التنميه بدا اليوم المشاورات على اساس انه اولا اننا نتمنوا ونستغلوا البنيه التحتيه اللي تم انجازها واللي هي بنيه تحتيه مهمه جدا، مطارات دوليه، موانئ، الميناء ديال الناظور غير المتوسط، ميناء ديال بنينصار، طرق السياره، الطرق التي تم فتحها على مستوى الجهه اللي تجاوزت اكثر من 4000 كيلومتر، وكذلك الانجاز ديال 80% ديال البي دي ار السابق، هادشي كله ما نتائج غادي نستغلوها، وكذلك نواصلوا في اطار الاعداد لبرامج اخرى جديده، وهادشي كله جوج ديال الحوايج خصنا نركزوا عليهم. هو جلب المستثمرين لهذه الجهه وخلق فرص الشغل، خاصه وانه الجهه كتعرف مستويات مرتفعه ديال البطاله، وبفضل هذه البرامج كلها خصنا نوصلوا لنتيجه واحده هو انه التنميه المدير اللي كتجيب لنا فرص الشغل، وهذه فرص الشغل اللي كتعطي للمواطن اريحيه باش يعيش بواحد الطريقه مريحه على اساس انه كيخدم ولا هو ولا اخته ولا خوه ولا كل عائله، اننا على الاقل نحاولوا اننا نوجدوا جوج ولا ثلاثه ديال الافراد العائله نوجدوا لهم فرص الشغل، وعندنا من المؤهلات ما يكفي، لا المؤهلات ديال المنطقة الشرقية ولا المؤهلات ديال ولاد المنطقة الشرقية ولا المؤهلات كذلك ديال الناس اللي ممكن أنهم يستثمروا واللي كينتميوا للجهة الشرقية، الفاعلين لا على المستوى الجهوي ولا على المستوى الإقليمي، باش إن شاء الله لا السيد رئيس الجهة ولا كل أعضاء الجهة كيأملوا أنه هذه الورشات غادي نخرجوا إن شاء الله بفضلها وبفضل التشاور ببرنامج اللي غادي يكون جد مهم على مستوى ديال الجهة واللي غادي يصادق عليه مجلس الجهة في أول لقاء ديالو ديال مجلس الجهة اللي غادي يصادق على البي دي ار الجديد 2022 2027.